نفهم تفاصيل أكثر من أستاذ محمد إبراهيم رئيس وحدة الميكنة بوزارة المالية. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور يا فندم، واهلا بحضرتك وتحياتي لكل الساده المشاهدين. اهلا وسهلا بسيادتك. استاذ محمد، يعني الغير المتخصص ويعني المواطن العادي نفهم ازاي قصه التحقيق الشمول المالي؟ يعني ايه الهدف من ده على المستوى الاقتصادي، وده مردوده هيبقى عامل ازاي؟ حضرتك طبعا زي ما تفضلتي وقلتي ان الاجراءات الكبيره والمساعي اللي بتقدمها وزاره الماليه للتحول الرقمي وللشمول المالي بيعود بالنفع على يعني الدولة بالكامل، سواء كان القطاع الحكومي الدولة أو المواطن أو القطاع المصرفي. لو اتكلمنا بسرعة، هيعود الإجراءات الإلكترونية أو عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني بالدولة. إيه الفايدة بتاعتها؟ بلاقي إن في سرعة في تحصيل إيرادات الدولة، بوفر مبالغ كبيرة في طباعة الأوراق النقدية، وأطول العمر الافتراضي لتداولها في السوق، بوفر كحكومة الكثير من الوقت في تسوية التعاملات المالية وتخفيض تكاليف النقل والتأمين على النقدية من وإلى البنك المركزي. كمان برفع كفاءة أداء وتنفيذ الموازنة العامة، لأننا بربط ربط إلكتروني بين أطراف القطاع الحكومي والقطاع المصرفي. كمان بدمج. لا معلش، بمعنى إيه؟ يعني ده ينعكس إزاي على الموازنة العامة للدولة يا أستاذ محمد؟ طبعا يا فندم، لما يكون عندي سرعه تحصيل، انا حضرتك الموازنه جانبان، او يعني اهمهم جانبان، الايراد والمصروف. تمام. لما يكون عندي فجوه كبيره ما بين الايراد والمصروف، ده بيؤدي للاقتراض والعجز، بتحسن عمليات اداره الدين العام. تمام. يعني انا حضرتك بدفع تكلفه عن الدين العام، ده هيعود طبعا، نرجع بقى نقول الحته دي، ان ده هيعود بشكل مباشر على المواطن. بتحكم جيدا في الفجوه التمويليه للموازنه العامه. كمان عمليات دمج عمليات الاقتصاد غير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي، ده موضوع طبعا خطير طبعا جداً. صحيح حضرتك، ده بيرفع، وطبعا كلنا يعني، واحنا كان عندنا مشكله، ما عندناش قاعده بيانات حجم الاقتصاد الغير رسمي، ازاي تدمجه وازاي تحفزه. تمام يا فندم، انا دلوقتي بدخل بطريق غير مباشر الاقتصاد الغير الرسمي الى الاقتصاد الرسمي، وده بيديني مؤشرات عاليه جدا بتحسن لي يعني الناتج المحلي، وطبعا يعني الاقتصاد القومي ككل. يعني بنتكلم عن ارقام قد تكون يعني جيده جدا. لو في البدايه بنتكلم عن يعني بصوره اوليه 12% ارتفاع في الناتج المحلي من خلال هذه العمليات الالكترونيه، في توقعات افضل بتوصل ل 30% و40%. زي ما حضرتك تفضلتي، انا عندي هيكون انشاء او بوصل لقواعد بيانات مركزيه للمتحصلات الماليه. الامر ده مهم جدا للساده متخذي وصناع القرار، ان هم يقدروا يعتمدوا على معلومات ثابته وموثقه، يقدروا يعتمدوا عليها في اتخاذ القرارات المناسبه. تمام. يعني حضرتك ليها اكتر، برفع من معدلات النمو. عظيم. ده على مستوى بقى الاقتصاد وال يعني كل ما متعلق من طب استاذ محمد، احنا بنتكلم انه على اول مايو، يعني خلاص كلها ايام. استعدادنا بقى لتنفيذ ده سواء على مستوى الحكومة أو حتى المواطن كمان، يعني كل ده هيبقى مثلا بالكريدت كارد؟ هل كل الناس يعني بتملك ده، عندها حساب في البنك، يعني في البريد، يحصل ده ازاي؟ طيب حضرتك، هو طبعا العمليات الإلكترونية اللي هي الدولية اللي بالشكل ده ينبغي ان هي او ده تم طبعا في مصر يكون ليها اعداد جيد جدا جدا جدا، واحنا الحمد لله ساعدنا بتصريحات السيد الاستاذ الدكتور محمد معيط وزير المالية، اللي بشرنا جميعا بانتهاء البنية التحتية الأساسية للشبكة المالية للحكومة المصرية. حضرتك ده الموضوع يعني غاية في الأهمية للاقتصاد القومي ككل. اشتغلنا بشكل يعني جدي جدا جدا جدا، وفرنا البنيه التحتيه. يعني اللي هي ايه بقى البنيه التحتيه اللي وفرتوها؟ البنيه التحتيه دي فندم شبكه كبيره من الاتصالات، اللي هي الشبكه الماليه للحكومه المصريه، اللي هي بتربط جميع الجهات الحكوميه بعضها البعض بالمصارف بوزاره الماليه، وبتاثر طبعا في عمليات الموازنه العامه للدوله مباشره. قمنا بتدريب العاملين. طب معلش في النقطه دي، واسمح لي اعذرني بقى، السيستم وقع طبعا مثل. وطبعا انا بطمن الاول وهقول لحضرتك السيستم، انا بطمن الاول لان المنظومه بتلقى رعايه جيده جدا، وببشر الناس ان احنا بنتكلم دلوقتي عن جزئيه التحصيل، احنا بندفع الكترونيا اللي هنقول منظومه الدفع والتحصيل، فانتهينا بالكامل من الدفع. الدفع انتهينا منه بالكامل من 2018، من بدايات 2018 بصوره كامله. هل حضرتك سمعتي عن حد
ما قبضش المرتب بتاعه في نهايه الشهر، لا، لانها بتلقى عنايه شديده جدا من اعلى جهات تامينيه في الدوله، تامينات كل البيانات مؤمنه يصعب اختراقها ومشفره، بالاضافه لان احنا عندنا فريق قوي في وزاره الماليه للتنبؤ بالمخاطر، بالاضافه لان احنا على طول بندعم هذه المنظومه بدعم فني، بالاضافه لان احنا بقى عندنا اداره للازمه. طيب. احنا عندنا اداره ازمات معروف لو لا قدر الله قد حضرتك بتشير ان ممكن مثلا شبكه الانترنت كلها تقع في مصر مثلا زي ما حصل من فتره، لا احنا عندنا خطط بديله اداره الازمه. كل واحد في وزاره الماليه معني بهذا الموضوع عارف دوره تماما، وعندنا سياسات بديله لا قدر الله لو حصلت ازمه عامه، لكن ما انا بقول لحضرتك فعاملين احتياطاتنا لو الضغط الاعداد كانت كبيره. طب على مستوى المواطن العادي ايه المطلوب منه يا استاذ محمد؟ يعني واحنا هنا بنتكلم انه حتى لو رايح المرور رايح في اي حاجه هيدفع مثلا حتى لو مبلغ قليل مش هيقبل منه ابدا الدفع نقدا يعني بالفلوس ده خلاص. خلينا اوضح لحضرتك وهل في مهله ولا طيب انا عشان كده بقول لحضرتك خلينا اوضح لحضرتك حاجه في البدايه. لو اتكلمنا عن القرار، قرار السيد الاستاذ الدكتور محمد معيط وزير الماليه رقم 760 لسنه 2018 بشان تحصيل المستحقات الحكوميه الكترونيا، القرار بيراعي الجزئيه اللي حضرتك قلت عليها. المفروض احنا من دي وان كنا نبدا بمتحصلات 1 جنيه، لكن احنا جاهزين في وزاره الماليه لهذا العمل، لكن بناخد الموضوع تدريجي. فاحنا بنتكلم من 1 مايو متحصلات الكترونيه تزيد عن ال 500 جنيه، يعني 500 جنيه فيما فوق يدفع الكتروني. طب الاقل الاقل من 500 جنيه مسموح حاليا، طبعا احنا بنفضل ونحبذ ان هو يدفع بشكل الكتروني، ولو حضرتك هنتكلم عن الاشكال الالكترونيه هوضحها لحضرتك. تمام. لكن في متاحه ان انا ادفعها كاش تسهيلا اقل من 500 بالظبط يا فندم على الساده المواطنين، وخصوصا ان احنا في بدايه تنفيذ هذه المنظومه، واحنا خدنا اجراءات كبيره لتوعيه المواطنين، ولسه ان شاء الله في حمله كامله اعلاميه هتكون موجوده، لكن احنا مش هنقول ان احنا النهارده في بدايه 4 وهنطبق في 5 وبنبدا دلوقتي، لا احنا حضرتك يعني توعيه كبيره في الصحف والجرائد. طيب الشاهد من الكلام، معلش خاطر الوقت استاذ محمد للاسف قطع حضرتك، انه الفتره اللي من اول مايو اللي هيتقبل يعني لو ادفع بفلوس اقل من 500 جنيه من 500 فما فوق لا ده لازم بوسائل الدفع الالكتروني اللي هي ايه بقى؟ ايه المطلوب برضو انه المواطن يبدا ان هو يشتغل او انتوا هتوفروا لنا ايه علشان الدفع يكون بالطريقه دي؟ طيب حضرتك احنا بنوفر عده وسائل نقدر ندفع بيها الكترونيا. اتفضل. يعني اسهلهم ان هيكون المواطن بيستعمل متاح لي بقى يستعمل البطاقه اللي هو بيقبض عليها، هو دلوقتي بيقبض راتب بتاعه على بطاقه، البطاقه دي فيها اموال يقدر يستخدمها ويدفع بيها، اقول لحضرتك يقدر يستخدمها ويدفع بيها. ماشي تمام. طيب لو هو يملك فيزا او يملك حساب بطاقه بنكيه او ما الى ذلك يقدر يستخدمها، يقدر يستخدمها. طيب الساده اصحاب المعاشات يقدروا يستخدموا بطاقات المعاشات بتاعتهم؟ ايوه يا فندم يقدر يستخدم بطاقه المعاشات. كويس. طب المواطن اللي ما عندوش اي حاجه من دول أيوة. وما عندوش حساب بنكي واحنا بندعو للشمول المالي وعايزين نشجع هذا المواطن انه يبدا يستعمل الوسائل الالكترونيه في الدفع ويقدر يشيل يعني بطاقه الكترونيه، وبنقول ان دي حاجات في صالح المواطن، انا بحميك من المخاطر والسرقه وضياع الاموال وبسهل عليك الجهد والوقت وما الى ذلك، والمواطن هيشعر بهذا تدريجيا. يقدر احنا لحضرتك في توفير بالتعاون مع البريد المصري والتعاون مع البنك الاهلي، وفي مبادره برضو من البنك المركزي بالتعاون معانا مثلا الكارت ميزا وما الى ذلك، قروض هتبقى متوفره بمبالغ يعني سهله جدا، ويقدر المواطن يشتري هذه القروض كانه بالظبط عنده حسابات بنكيه ويقدر يسدد بيها، وسهل شحنها باي مبلغ هو يعني هي هي هيختاره، وفي اي وقت يقدر يحول الفلوس دي كاش مره ثانيه، لان لو دخل على مكنه يقدر يسحب الفلوس اللي هو اودعها في الكارت. يعني حضرتك وسائل كتير، يقدر يستخدم حساباته البنكيه اللي موجوده في البنوك ويقدر يعمل تحويلات على ولو ما عندوش حساب بنكي في الكروت اللي هيشتريها دي وهيشحن كانه بيشحنها، بيشحن الكارت ده بمبلغ معين يساعده في ان هو يدفع اي مبلغ مطالب به في اي مصلحه حكوميه. ايوه يا فندم. وهو كمان المواطن عنده خلفيه في هذا الموضوع، لان هو يعني لما احنا كنا بنسدد للمواطنين مستحقاتهم لدى الحكومه بقى هو هنا هياخد مستحقاته وما كانش عنده
برضو يعني حساب بنك، لان حضرتك برضو خطوه بنفخر بيها في وزاره هو الماليه. هو يا استاذ محمد، هو انا وانا في مصلحه حكوميه لو طلب مني يقول لك عايزين دمغه ومش عارفه ايه وبتاع ده والحاجات اللي هي النسريات والفرعيات دي تنفع بالكارت يا استاذ محمد؟ هو طيب. حسب كلامه الو. ايوه يا استاذ محمد. ايوه معلش، كان فيها تشويش في لا يعني انا بقول في اي مصلحه حكوميه اي حاجه اي مبلغ اي نسريات، ما عدا طبعا الدرج المفتوح ده ما مش داخل فيه الكارت. لا ان شاء الله. برضو على فكره من اهم احنا حضرتك حرب الفساد برشوه بقى الالكترونيه دي كلها هي الضبط المالي وتخفيض الانحرافات يعني دي حاجه مهمه جدا. كل ما ازود العمل الالكتروني كل ما هظبط هذه العمليات الانحرافيه. يعني انا لو فاتوره الغاز بتاعتي في 1/5 جت ب 560 جنيه ادفعها ازاي؟ هتدفع حضرتك الكتروني دلوقتي. يعني عندنا اكثر من وسيله ان احنا زي ما قلت لحضرتك اقدر ادفعها الكتروني، اقدر احولها من حسابي، اقدر ادفع لي، لكن لن تقبل كاش. لا لن تقبل كاش باعتبارها من 1 مايو لن تقبل كاش. ولو رحت الشهر العقاري وعندي رسوم 600 جنيه لازم برضه ادفعها الكتروني. تمام. وهنا عايز اوضح برضه لحضرتك حاجه عشان تبقى في اذهان المواطنين. طب على فرض او هذا القرار برضه يعني او هذا المعيار موجود في القرار، مش هقول ان انا هفرض غرامه مش هفرض غرامه على المواطن، لكن هقول ان هيبقى في رسوم اضافيه. لو مواطن جه هقول له هتدفع تكلفة إضافية 10%، يعني في 600 جنيه حضرتك عايز تدفعهم، أقول لحضرتك ادفعهم إلكتروني من خلال الأنظمة الإلكترونية اللي الدولة بتوفرها. طيب حضرتك قلت لا أنا مصمم إن أنا أدفعهم 660، 600 دول يبقوا 660. خدت بال سعادتك؟ وده مش هقول احنا احنا فرق. احنا هيبقى لينا قعدة وكلام باستفاضة في الموضوع ده، لكن يا أستاذ محمد أنت لما هتطبق ده يعني مش بس على القاهرة، يعني على عموم الجمهورية، محافظات، قرى، يعني هل احنا فعلا بنية تحتية وقادرين إن احنا نعمم القرار ده والتطبيق؟ انا ده هينقلني لنقطه ان انا انوه بس عن اللي تم، ان البنيه التحتيه اوريدي موجوده. احنا تم ميكانه الجهاز الحكومي بالكامل ووحداته اللي هي بنقول 3120 وحده حكوميه وجهاز حكومي ومرفق حكومي، دول تم ميكانتهم بالكامل واوريدي البنيه التحتيه موجوده فيهم وتقبل العمليات المصرفيه في الدفع الالكتروني، وهتقبل هذه العمليات في التحصيل الالكتروني لان في اجراءات وحزمه كبيره جدا. عامه يا استاذ محمد هو بالممارسه طبعا يعني الحكومه كمان هنشوف لو في اي حاجه حصلت مثلا بنتعلم برضو من التجربه، لو في اي مشكله والمواطن كمان يتعود على الاسلوب الجديد ده. شكرا جزيلا استاذ محمد ابراهيم، وهيكون لنا لقاء اخر باذن الله رئيس وحده الميكنه بوزاره الماليه.